بعد تعيينه في حكومة 14 من يوليو الماضي كوزير للشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والمهجر، الدكتور أمين أبو صديق يستقبل كل من سفير جمهورية فرنسا بلتران كوشيري وسفير جمهورية ألمانيا الفيدرالية سيم جاكوب هاسيل هيبر المقيمان بالبلاد في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية بين تشاد وهذه الدول بشكل خاص. فمسألة التعاون الاقتصادي والتنمية ومحاربة جائحة كوفيد 19 الدولية ومكافحة الإرهاب والتطرف بدول الساحل الأفريقي ومواضيع أخرى كانت ضمن فحوى اللقاء بحسب ما صرح به السفيران بلتران وسيم جاكوب، مقدمان التهاني للوزير أبو صديق على توليه حقيبة الخارجية، مؤكدان بأنه يتمتع بخبرات دبلوماسية عالية وكفاءة تمكنه للعب الدور الريادي والإيجابي لتشاد في المحافل الدولية والإقليمية، وأن فرنسا وألمانيا تقفان مع تشاد في كل المجالات لا سيما مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية. بعد ذلك جاء دور السيدة فوليت كاكوميان المنسقة الدائمة لأنظمة الأمم المتحدة بتشاد والتي تحدثت مع وزير الشؤون الخارجية الدكتور أبو صديق عن مجمل العلاقات والتعاون الدولي القائم بين تشاد والأمم المتحدة. أما السيد رومي داربيلاي مدير مكتب التعاون السويسري بالبلاد هو الآخر عبر عن سعادته بالعمل في تشاد ممثلا لبلاده مثمنا تميز العلاقات الثنائية بين الجانبين. وفي إطار سلسلة اللقاءات الدبلوماسية لوزير الشؤون الخارجية الدكتور أمين أبو صديق فقد التقى يوم أمس سفير المغرب عبد اللطيف الروجة وكمال كايزيزي سفير جمهورية تركيا إلى جانب السيد سي عثمان سفير جمهورية النيجر بتشاد، وهذا مما يعزز المكان التي تلعبها تشاد في جميع المحافل الدولية.